دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بألف ألف خير إن شاء الله وتكونوا بألف صحة جيدة ونلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الخريجة واحد الفلوغ اللي هو خفيف طريف كيف العادة ونشوفوا تجيو معنا حنا وغادي بجوج طوموبيلات اللي كتشوفوا حدا القسم هذه ديالنا وهذه حتى هي مع لا فامي. أنا ميمي ومع وليداتو وهنا وحدايا حتى حنا غادي مع الأسرة ديالنا وغنديروا إن شاء الله واحد الخريجة غنديو الوليدات تشارك معهم اللي هي بعيدة علينا تقريبا نقولوا شي نص ساعة تقريبا ماشي بزاف غنمشيو لواحد البلاصة اللي هي غزالة اللي سميتها ايربون ترامبولين بارك اللي غزالة بزاف وكيلعبو فيها الوليدات وحتى حنا إلا بغينا غنلعبو فيها علاش لا وخليكم معايا ونمشيو نشوفو ديك البلاصة كي دايرة ونشاركو معكم الأجواء وتجيو معنا الخريجة إن شاء الله وتنال الإعجاب ديالكم دخلنا وهادي الاربون فاش كتخلصي كيعطوك الساروت كتحطي هذا ديال الدراري ولا الا كنتي غتخزي معهم هذا كتحطي هذا وكيعطوك تقيشرات بحال هكا ومن بعد سيفتي كتمشي تما كتوجدي كتحطي كان الكوفي الفوق وهذه هي الاربون وغادي نوري لكم من بعد المهم كنحاول انني ما نوريش الدراري الصغار هذه هي الأفرين حبابنا هذه هي الدخلة وهنا فين كنغرو المهم هنا فين كي هذا واللي بغى يطلع الفوق كتخلي الوليدات تما وكتطلعوا الفوق المهم كتخلصوا لكن تحت تما ومن بعد كتطلعوا الفوق كاين الكوفي هنايا كنخليو في هاد البلاصه هادي الا بغيتي تلعب مع الاطفال ديالك كتخلصي على راسك عليهم وكتدخلوا كتلعبوا معاهم المهم عامين ما كيقبلوش الدراري عامين لتحت كيقبلوا 3 سنين لا 4 سنين 50 الفوق تقريبا حيت حنا كيقولوا صعيب عليهم شويه
بعد ما سينا من ايربورن مشينا مدينه اخرى تقريبا غير مشينا ساعه بيناتهم وشوبين سنتر ديالها حيتاش كان عندي التليفون ديالي ديال الايفون كان الميموار ديالو سالات ليا حيتاش كانت غير 16 جيجا بايت 16 جيجا بايت وكنا مشينا كانت عندي واحد خديت جيفت كارد جاتني من الصديق ديال لا فامي ديالنا ومشيت لابل في ديك المدينه وزدت ليها الجيجا بايت وهنا ان شاء الله غادي نديكم مع الشوبينغ سنتر قبل دابا بغيت نشارك معكم هاد اللعيبه هادي بغيت التليفون ديالي كيعمر بزاف فخديت هاد لاكارت فيها 50 باوند وغادي نزيد في ستوري ان شاء الله غادي نكبرها تقريبا لمده 20 شهر وتخلصي مانتلي هذا هو ستوري كبير بزاف البنات بغيت نشارك معكم كنت عند ابل دابا كان عندي هذا فول هذا الاي كلود عامر بزاف وخديت هاد لاكارت هادي واحد الفكره اللي هي زوينه بزاف عوض ما تقلبوا على لا ميموار وداكشي هاد لاكارت فيها 15 باوند وزادوا ليا تقريبا يعني كما كتشوفوا شحال ديال السباس شريت 50 جيجا بايت بالنسبه ل كنخلص الشهر 0.79 ديال بي لي يا في الابل ستور اللي المهم فكره زوينه بزاف
Thank you.